مصر تأسس سنة كم؟ كم أخطاء فقهية اختياره هو قصر الهندسة المعمارية هذه عندها رموز يعني القوس. شكرا لك. هذه بعض الأعمال يعني ممكن ألمسها تشوفها تسمح لي؟ فور دخولي ولاية الأغواط على طول رحت إلى تويالا وشفت القصر الجميل اللي تم ترميمه مؤخرا والمنظر المطل على القصر الرائع جدا. يعني بمجرد ما طليت على المنظر حسيت بنسمة الهواء اللي تشكلت بفعل الأشجار اللي في وسط الواد. وبعدها طلعنا بالدراجة، طبعا طريق جميل ومتعرج ورائع جدا حتى وصلنا إلى هذا النقش الجميل اللي يرمز للأمومة والطفولة والفطرة الطبيعية. قيل لي أن هذا النقش عمره يفوق 5000 عام، والمنظمة العالمية للطفولة على حسب علمي أخذوه رمز للأمومة والطفولة، مثل ما احنا شايفين الفيل الأم تحمي طفلها من الأخطار. واللي عجبني أكثر أن هذا النقش محمي بطريقة سياج لمنع التخريب، وهذا أجمل شيء شفته اليوم فور دخولي إلى الأغواط، ومتأكد راح أشوف أشياء أكثر. أنا راح يزور إن شاء الله لدار غرفة الصناعة التقليدية، وراح تكون فيه فرصة له للإطلاع على مختلف منتجات الصناعة التقليدية التي تسخر بها منطقة ولاية الأغواط.